فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها من فرنسا وعمرها 19 سنة، وتسأل تقول إنها تريد أن تتمسك بالأوامر الشرعية، لكن أمها تضايقها وتريد أن تمنعها من ارتداء الحجاب الشرعي، وقد خطبها رجل لكن أبوها قد رفض أن يزوجها زاعماً أن سبب الرفض هو فارق السن، لكن في الحقيقة أن أباها لا يريد أن يزوجها بأخ ملتزم في دينه. السؤال وفقكم الله، بماذا تنصحون هذه الفتاة، وهل يمكن لها أن تأخذ وليا آخر غير أباها؟ السؤال من فقرتين، الفقرة الأولى أن أمها تمنعها من الحجاب الشرعي، لا تطيعها في ذلك، لا تطيع أمها بل تحتجب. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطيع أمها في معصية الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فتطيع، فعليها أنها تحتجب ولو لم ترضى أمها، لأنها ترضي الله بذلك ولا ترضي أمها. وأما مسألة الزواج، هذه أمرها راجع إلى وليها، راجع إلى وليها وإلى المحكمة الشرعية ترجع إليها. نعم.